قلت لكم غادي نقطعوا الكوب بحال هكا يبان الارتفاع. الارتفاع هو هذاك وهذاك هو لا هوتور. اذا اللي درنا لا لونغور فوالا لارجور فوالا هوتور غادي يعطيونا الفوليم ديال هاد السميله. حنا عندنا 6 سميلات قد قد، اذا نضربهم في 6 نيشان هاد الترونشي هذا. نشوف الطول ديالو هو هذا، نمشي معاه حتى الطول ديالو ما برش حل فيه، ونضربو في الفيون بلون. راه عطينا لي ديمونسيون ديال الفيون بلون. دابا هذا ككوب فيون بلون، دابا ككوب يبان ليه هك هابط، دير هاه ككوب. بالنسبه كفيون بلون يبان ليه هك جوج خطوط دايزين صافي، فيهم لا لارجور ديالهم وفيهم الطول ديالو شحال ممتد. بهكذا كنكون ساليت هاد حتى ندير لكم دابا، ندير لكم بلون ونشرح لكم فيه ونكم هذيك السميلات وداك الشيء اللي شفناه حنايا كي داير. المهم باش تعرفوا كي دايره القضيه، وهذا كيسمى فيلداكس كيدوز على اساس لاكس ديالنا. هو غادي هذا الخيط هذا هو اللي كنكونوا درنا على اساس لاكس ديال السميله ديالنا، اللي هو غيكون لاكس ديال البوطو وغيكون لاكس ديال المير. هاد التراب كامل اللي نحسبوه كيتسمى الديبلي، لانه تلاح دي بلاصه من بلاصتو. ملي غادي نحطو السميله ونحطو لي زليمون الاخرين غادي نديرو الغومبلي، بمعنى غادي نرجعو التراب، نرجعوه في الاماكن اللي ما غاديش تكون فيها مثلا السميله. غادي مثلا ماشي هاد المساحه كامله، يكون هذا البيطون دو بروبريتي شاد المساحه. اذا المساحه اللي غادي تشد السميله وكيكون عندها البوطو الوسط جنب البوطو حتى السميله كيعمر، وجنب البوطو من الجهه الاخرى حتى السميله حتى هو كيعمر، وغادا القضيه بحال هكا. داكشي كامل غادي تعرفوه ان شاء الله. المهم هذا فيديو خفيف بغيت نشرح فيه هاد لي زيليمون هادو، انا نحاول نلقى لي بارتي ثلاثه ديالو باش تقدروا تشوفوا كيفاش كنديروا الكوبو. داكشي انا غادي نوريكم، نحاول نشوف شي فيون بلون حتى شي حاجه وندير لكم. دابا انتم ملي عطاونا هنايا لاكس رحنا ديكالينا عليه من هنا وديكالينا عليه من هنايا باش خرجت لينا السميله اللي في ويدي والنديم، باش كناخذوا لاكس كنديكاليو عليه بالعرض. ملي كنحفروا في الواقع اما كنحفروش عبارة السميله لاصق. الا جيت قلت لكم هنا راه السميله فيها متر و30، الا عبرنا هنا غادي نلقاو واحد متر و50، بمعنى انني كنخلي بلاصه هذاك اللي غيجي غيركب ليا هنا الركاب كما كيسميوه، اولا بالنسبه لينا حنا في الدومين الكوفراج ديال السميله. الكوفراج ديال السميله واحد البلاصه فين غيوقف هو باش يقاد داك الكوفراج ديال السميل. هذيك هي المساحه اللي خصها الخدمه ديالو فين غادي يخدم. اذا لا سوسيتي ضروري على ان ديروا هاد الاعتبارات هادو، تحفر كبر يعني غادي تدخل انتما كتشوفوا راه داخلين بزاف، باش يلا نعطيو هذيك المساحه فين يخدم الخدام وفين غادي يقاد. دابا حنا يلا بادين في الخدمه، هذا مكان هذه هي الحفره وهذه هي الخدمه ديالنا. غادي نجيبو دابا لي زليمون اللي عندنا. اول حاجه مرحله غادي نديروها هي نطويوها مزيان باش نحطو من وراها البيطون دو بروبورتي هذا. دابا لو بون سول ها كيفاش كنلقاوه، كنجيو كنلقاو هاد البلاصه بحال ما كتسمى الرياضه كتبان لك بيض اولا كيقولوا لها الفكرون. ملي كنلقاو هادي كنعيطو للابوراتوار هو اللي كيجي كيفيريفي معنا كيقول لنا اه هذا هو لو بون سول ولا زيدو حفره على حساب.